دكتور محمد، باشمهندس يا جماعة، انتوا الشاشة ظاهرة عندكم ولا ايه؟ تمام. زهرة يا دكتور. طب انا مش شايفة انا. طب انا هعمل فول سكرين كده. كده احنا وقفنا عند الجزء بتاع هطول الامطار، صح كده؟ يا جماعة لو سمحتوا بس حد يقول لي انتوا شايفين الدنيا ولا لا؟ تمام، كله واضح يا دكتور. اوكي، احنا وقفنا لان احنا المرجع ده برضو استخدمناه عشان نشوف معدلات هطول الامطار في مصر، فلاحظنا ان مصر اتراجعت 3 خطوات ورا في معدلات هطول الامطار، بمعنى ان هي كانت اعلى حد في ارتفاع درجة الحرارة بحلول عام 2100، لكن بحلول عام 2100 على معدلات هطول الامطار اتراجعت 3 خطوات ورا بالنسبة لدول حوض نهر النيل. طب هل ارتفاع درجة الحرارة ونقص معدلات هطول الأمطار ده هيسبب إيه؟ هيأثر على نهر النيل وروافده، وبالتالي هيؤدي لظهور الجفاف. طيب لو إحنا جينا اتكلمنا عن إيه هي سبل المواجهة؟ سبل المواجهة اللي عندنا إحنا لاحظنا إن القيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس مهتمة جدا بموضوع تأثير التغيرات المناخية على كل قطاعات الدولة، فبدأ إن هو يظهر مصطلحين جداد اللي هم إن أنا أتكيف وأخفف، أعمل أدابتيشن وميتيجيشن. طب التكيف ده معناه إيه؟ يعني برضو دي من ضمن المصطلحات اللي أنا عايزاكم بعد كده تفهموها، إن أنا أتأقلم مع الوضع الحالي، إن في مشكلة حصلت ولازم أتأقلم معاها. هي بنسميها التكيف، هي إدارة ما لا يمكن تجنبه. ان انا اخفف بمعنى ان انا ما ازودش بقى المشكله حصلت، بس احاول ان انا اخفف من عدم حدوث اي مشاكل اضافيه. طيب اداره قضيه التغيرات المناخيه دي هتكون على مستوى الافراد وهتكون على مستوى الدوله، يعني مش بس علشان اتكيف مع القضيه دي او اقلل من التاثير بتاعها، لازم يكون على مستوانا احنا كافراد موجودين في الدوله، والدوله نفسها هتكون هتعمل يعني اجراءات هتتخذها. لو جينا شفنا بالنسبه لمستوى الدوله او مستوى الافراد، اولا لازم كنا نطلق حملات للتوعيه. الناس مش فاهمه يعني ترشيد استهلاك ميه يعني ايه، يعني ايه تغيرات مناخيه واثارها السلبيه، مش فاهمين الكلام ده كله. الى جانب بقى المصطلح الجديد اللي ظهر لهم اللي هو البصمه الكربونيه. الناس انا بقول لكم على كاتيجوريز كبيره في الدوله، على يعني ناس على قدر كبير من العلم مش فاهمه يعني ايه بصمه كربونيه، فبدأ المصطلح ده يظهر. كان لازم ان احنا نظهر من خلال منصات كتير نشرح للناس يعني ايه بصمة كربونية، انا هقلل منها ازاي كفرد، ويعني انا دوري ايه كفرد. بالنسبة للقيادة انا هشرح الكلام ده كله المحاضرة الجاية، بس انا هقول نبذة بسيطة. القيادة كنا بنقول للناس ان انا لو انا على سكة واحدة مع مجموعة من زمايلي ليه ما اخدهمش معايا في نفس العربية، وبالتالي اقلل من الهيفي ترافيكس او اللي هي الازدحام المروري ده. اكل اللحوم الحمراء ناس هتقولك ايه يعني انا لما باكل لحم ايه هزود ايه في البصمه الكربونيه؟ لا انت هتزود، لان ده جاي من ماشيه، والماشيه دي عملت خرجت غاز الميثان مع الهضم بتاعها، وكمان بصمه مائيه كبيره، عشان كيلو اللحم ده يوصل لك يستهلك كميه ميه كبيره. ان انا اشتري محلي، الناس اللي عندها هوس الشراء من بره مصر، السلعه دي عشان توصل لمصر بالترانسبورتيشن او سواء شحن بسفن او طيران، دي عملت بصمه كربونيه قد ايه. فكنا بنشدد على الشراء المحلي، ان انا اقفل او اقلل من استخدام الطاقه في البيت، سواء كان في غاز او سواء كانت في نور او طاقه كهربائيه. ان انا استخدم، بدا يظهر كومباوندات دلوقتي بتعتمد على الطاقه الشمسيه كطاقه خضراء. اقلل من استهلاكي للميه، لان ده برضو هيقلل من البصمه الكربونيه بتاعتي انا كفرد. اداره المخلفات، بدات تظهر عماير دلوقتي عندنا حاليا بيفصلوا المخلفات، وبتيجي شركه تاخدها مننا في العماير، بلاستيك لوحده واللي هي فضلات الطعام لوحدها، علشان نقدر ان احنا نعيد استخدامها بطريقه اسهل. الكلام ده كله انا هشرحه بالتفصيل المره الجايه، بس كان لازم ان احنا نعرف بعض المصطلحات المهمه. كان على مستوى الدوله بقى ايه اللي حصل في اداره قضيه التغيرات المناخيه؟ كان لازم ان احنا نعرف احنا طلبنا قد ايه على الميه، وده انا قلته بالارقام، واحتياجاتنا قد ايه، علشان اقدر ادير المنظومه دي، ما يبقاش في دروب جامد ما بين الطلب والعرض، ان انا عندي طلب واستهلاك. في فرق كبير جدا ما بين الامكانيات اللي عندنا والاستهلاك اللي احنا بنعمله. كان لازم كمان ان انا اعمل خطه اداره مشتركه لنهر النيل. الاجتماعات مع رؤساء دول حوض نهر النيل، اولا دول المنبع هتعاني من فيضانات، ودول المصب هتعاني من جفاف، فكان لازم ان احنا نقعد معاهم، ولازم يكون في اداره لكميه الميه اللي هتاخدها كل دوله. ما ينفعش ان ده حق امن قومي لكل دوله، فلازم كل دوله تاخد حقها الشرعي من الميه بتاعت نهر النيل، وده فعلا اللي عمله سيادة الرئيس. بالنسبة لتخفيض خسائر البحر، بدأت يعني نتيجة لارتفاع درجات الحرارة شركات تيجي تعرض علينا ان البحر بقى كتير من نهر النيل، ايه رأيكم لو جبنا كرات مطاطية كده حطيناها على المسطحات اللي هي باينة من نهر النيل، بحيث ما تبقاش الشمس ضاربه في المسطح المائي ده، واقلل من معدات البخر. دي كانت وسيله من ضمن الوسائل المعروضه علشان اقلل من كميه البخر. من ضمن الحاجات ان انا اعمل برامج توعيه للمزارعين، الناس اللي بتروي الارض دي عماله على بطال، كان لازم الناس تنزل لها وتقول لها ان في حاجه، طرق جديده للري والري بالتنقيط والزراعه الحديثه والنانو تكنولوجي والحاجات دي، كان لازم ان هي تتشرح للمزارعين بطريقه مبسطه وسهله عشان يقدروا ان هم يستخدموها ويطبقوها على الاراضي بتاعتهم. بالنسبة طبعا احنا اتكلمنا على خزانات المياه الجوفية، وان هو بدأ يحصل تشيك عليها بكل فترة علشان اقدر امنع الملوحة او الحقها، بمعنى اصح زي ما قلنا التكيف والتخفيف. كان ظهر المشروع بتاع تبطين الترع. طب تبطين الترع ده كان الهدف منه اساسا اولا منظر جمالي، غنينا عن ان هو منظر جمالي، كنا بنشوف قمامه كتير على جانبي الترعه وحيوانات نافقه وغيرها، دلوقتي بقى شكل منظر حلو. بجانب الهدف الاساسي هو ان انا كنت اخفض من 15 ل 19 مليار متر مكعب من نهر النيل على طول المجرى، وبالتالي احسن من نوعيه الميه وجودتها، واقلل من الهدر اللي بتخلل او بتسرب من جوانب نهر النيل. كانت تكلفه المشروع المبدئيه حوالي 80 مليار جنيه، وتم فعلا عمل تبطين للترع على طول 20,000 متر، قدرنا ان احنا نعمل المنظر ده على طول 20,000 متر من نهر النيل. طبعا ان انا اتشيك على جوده الميه، وده شركات الميه تابعه للشركه القابضه طبعا بصفه مستمره بتنزل تعمل تشيك على جوده الميه، سواء المياه الجوفيه او ميه النيل. ان انا ابتدي طبعا الاماكن اللي فيها فيضانات. احنا عندنا بحيره ناصر بتستوعب تقريبا، وصل الماكسيمم ليفل بتاعها، يعني احنا وصلنا للملو فيها للماكسيمم ليفل، لدرجه ان احنا بدانا نفيض متر مكعب منها علشان ما تهدمش مبنى السد او البحيره نفسها. فاحنا عندنا مخزون فعلا من الميه، عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول مصر هتعاني من جفاف، لا احنا عندنا مخزون استراتيجي كويس جدا من الميه. بالنسبه ل في بدأ يظهر ابار اسمها انظمه الكرمه الرومانيه. ايام الرومان كانوا بيعملوا ابار جوفيه، كانت السعه بتاعتها حوالي 5000 متر مكعب، كانوا بيعملوها علشان يلزموا البدو ان هم يقعدوا في اماكنهم ويستوطنوا وما يسيبوش المكان بتاعهم، وفتره الصيف ويمشوا يحصل هجره. فكانوا بيعملوا لهم ابار، دي اسمها انظمه الكرمه الرومانيه، عشان يقعدوا ويفضلوا في المكان بتاعهم. دلوقتي بدانا نعمل الابار دي، يمكن في مرسى مطروح ظاهره جدا، بس على سعه اقل. تكلفه حفر البيلر الواحد حوالي 25,000 جنيه، علشان نقدر ان احنا نخزن الميه بتاعه المطر ونقدر نستفيد بيها. في زياره لمرصد اللي هي المرصد بتاعي الخاص بالامطار والحاجات دي، ان المفروض ان احنا لقينا ان بدا يتعمل سنسورز ومجسات تحس مش بس بان الجو هيغير درجه حراره لا، ده بدات تحس بكميه المطر وهتنزل فين، علشان اقدر ان انا استوعب كميه المطر دي واعيد استخدامها مره ثانيه في هيئه الارصاد الجويه بسنسورز مطوره جدا ومتوصله على يعني معظم المدن الساحلية اللي هي معرضة لكمية أمطار كبيرة. بالنسبة بدأنا إن إحنا نستخدم طاقة متجددة. هو إحنا اتفقنا إن الهالك على محطات الكهرباء ده بيزود حرق الوقود الأحفوري اللي بيرفع من نسب الغازات الدفيئة، اللي بيزود من البصمة الكربونية بتاعتنا كدولة. فبدأنا نلجأ لاستخدام الطاقة الشمسية في بعض الأماكن، زي المشروع اللي معمول في أسوان دلوقتي. استخدام طاقة الرياح في المناطق الساحلية اللي بيبقى فيها كمية رياح كبيرة، فممكن انها ولد عنها كهرباء. لا، ده بدأت تظهر ابحاث كمان تتكلم عن الطاقة النووية. احنا عارفين مفاعل الضبع عندنا، ان هو بدأوا يقولوا ان هو دي مصدر للطاقة غير ملوث للبيئة، وبدأوا يجيبوا استنتاجات ونتائج تقول الكلام ده بالفعل. كمان بدأنا إن إحنا نتبع نهج الإدارة المتكاملة، إن هو يتبنى مدن بعيدة عن الشواطئ عشان ما تكونش معرضة للغرق مع ارتفاع منسوب سطح البحر، وده قلنا إن هو السيناريو الأسوأ. بدأ إن يظهر مشروع حماية الشواطئ، اللي هي المصدات اللي بتظهر بنشوفها في اسكندرية وعلى طول السواحل، المصدات بتاعت الأمواج دي، عشان تقلل من فرصة غرق الشواطئ. كمان بدأ يكون في مصادر مية بديلة، إن في 90 محطة تحلية تم إنشائهم جديد بطاقة إنتاجية 1.3 مليون متر مكعب يومياً. المحطات دي قايمة على طاقة متجددة. بدأنا نهتم بالأبار الجوفية، وخاصة المياه الجوفي النوبي أو الخزان الجوفي النوبي، اللي هو متوقع إن هو يفي باحتياجات مصر في الفترة الأشد احتياج. كمان بدأنا إن إحنا نعمل استراتيجيات إعادة استخدام المية. المشاريع بتاعة المياه الرمادية اللي بدأت تظهر في شرم الشيخ، إن هم ياخدوا المياه اللي خارجة من البانيوات والأحواض ويدخلوها على محطات معالجة. ما بنشربهاش بس بستخدمها في ري الحدائق والأشجار الغير مثمرة. بدأنا إن يظهر عندنا محطات الصرف الصحي، وكانت من أهم محطة الجبل الأصفر. دي أكبر محطة في الشرق الأوسط، وتاني أكبر محطة في العالم بطاقة إنتاجية 2.5 مليون متر مكعب يومي. المحطة دي تحديدا بتعمل مية معالجة ثلاثية، مش أولية، معالجة ثلاثية، يعني الكواليتي بتاعتها عالية جدا، بس دي مية صرف، فبتستخدم برضو كبديل إن أنا أروي بيها الحدائق، وزي ما اتفقنا المشاريع بتاعت الرمادية اللي ظهرت في شرم الشيخ. كمان تفعيل دور البحث العلمي. يمكن في استراتيجية مصر 2050، وده اللي عمل طفرة جينية كمان في البحث العلمي، إن بدأ يتحط الهدف رقم 5 إن أنا لازم أدعم البحث العلمي، وخاصة الأبحاث اللي قايمة على الحفاظ على البيئة والتقليل البصمة الكربونية والابتكارات الجديدة. فبدأ تظهر فرق عمل تعاون مع الدول الخارجية، إن مثلا أجد جينات جديدة لمحاصيل تقدر تتحمل الملوحة والجفاف، أعمل الزراعة الرأسية بدل الزراعة الأفقية عشان أزود نسب المحاصيل. بدأ يظهر موضوع الهيدروجين الأخضر، إنتاج الهيدروجين الأخضر من المية. يمكن كمان متعرف عليه إن في 2050 الدولة اللي مش هيبقى عندها محطات وقود هيدروجين أخضر مش هيحصل فيها ترانزيت للطيران، وإحنا بدأنا أكبر مشروع نعمله لإنتاج الهيدروجين الأخضر. كمان من ضمن الحاجات، يمكن إحنا اتفقنا إن في الكوب 26 كان في منظمات كتير جدا بتنادي بان الميه هي الرابط المناخي ما بين الدول وبعضها، وان لازم الدول تتكاتف مع بعضها علشان نوصل لحل يقدر ان انا كل مواطن يوصل لنسبه الميه اللي محتاجها وخدمات الصرف الصحي واللي هو محتاجها. فلازم الدول الكبرى تتكاتف مع الدول الناميه وتنمي الموارد بتاعتهم. كان الرئيس في كوب 26 اشار تحديدا ان مفيش اي التزامات هتقوم بها الدول الناميه غير بعد ما الدول المتقدمه، مش هنقول غرامات، تدفع فلوس علشان تنعش الاقتصاد بتاعنا ويبتدي فيه نتحول للطاقه المتجدده ونشوف مشاريع جديده ونقلل من المشاريع اللي هي بتزود بصمتنا الكربونيه. ولما جه دعا للكوب 27 في شرم الشيخ اللي كان عندنا السنه اللي فاتت، يمكن القمه دي كانت من اصعب القمم اللي اتعملت، لان هي جايه بعد ما العالم عانى من كورونا، الاقتصاد مضروب بسبب الكورونا بسبب حرب روسيا واوكرانيا. فكان اصعب الاداره للكوبس اللي اتحصلت قبل كده هو الكوب 27. وعلى الرغم من كده الرئيس سماها قمه التنفيذ، وبداوا ياخدوا اجراءات تنفيذيه فيها. حضر فيها ممثلين حوالي 110 من قاده العالم و190 دوله غير الاجانب اللي هم الناس الصحفيين والاعلاميين. ميزة القمة دي إن هي كان كل يوم في بيناقش موضوع معين. كانت من أهم الأيام اللي اتعرضت يوم 14 نوفمبر كان يوم المية، وبدأوا يشوفوا إزاي هيحصل تعاون ما بين الدول ومبادرة المية اللي عرضها وزير الري. كان في يوم لإزالة الكربون واشترك فيه كل قطاعات الدولة علشان يشوفوا إزاي هيقللوا البصمة الكربونية بتاعتهم. القمة بتاعتنا كانت ناجحة جدا، وكانت قمة تنفيذ وبدأنا ناخد فيها إجراءات، ويمكن الدولة دلوقتي بدأت تاخد إجراءات، وإلا ما كناش بدأنا نقول للناس يعني إيه بصمة كربونية، ونبتدي إن إحنا نتكلم عليها ونشوف هنعمل إيه فيها. وإن شاء الله من المحاضرة الجاية هبتدي أقول إزاي هحسبها على مستوى الافراد، وهتكلم على مستوى المؤسسات، وازاي ان انا هتكلم ازاي اقدر ان انا اقلل منها، ولو زادت هتاثر على ايه عندنا في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. ارجو ان انا اكون وصلت المعلومه بشكل بسيط، وقدرت ان انا اقول مصطلحات كده قد تكون جديده على البعض وقد تكون قديمه على ناس كتير. شكرا لحضراتكم. باشمهندس محمد، يا جماعة انتوا معايا؟ باشمهندس جماعة، أنا منتظرة أي سؤال، لو حد عنده أي سؤال ممكن يقول لي. دكتور محمد حضرتك معايا ولا طلعت؟ ولا مش عارفة، انت قافل الصوت على الناس فانا مش قادرة اعرف لو في اسئلة او في اي حاجة. انا يعني اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل البدايات، يعني عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه غازات دفيئه، ازاي نسبها زادت، ازاي بتاثر على البيئه، يعني ايه كلمه تخفيف وتكيف، يعني ايه بصمه كربونيه للافراد والمؤسسات، دور الدوله هيكون ايه في الايام اللي جايه، ودورنا احنا نفسنا هيكون ايه. يعني حاولت ان انا الم المصطلحات البسيطه دي في اول محاضره عشان ما نقعدش كل محاضره يعني نرجع لها تاني. يعني طبعا انا دي اول محاضره في المجموعه اللي هنديها، وطبعا ده يشرفني ان انا اكون مع حضراتكم، وتحت امركم في اي سؤال ممكن تسالوه. السلام عليكم. طبعا احنا اتشرفنا بحضرتك واسفين على الاطاله في الرد، لكن احنا خدنا وقت عقبال ما ردنا على حضرتك، لان احنا كنا عاملين ميوت لكل الناس اللي في الجروب عشان محدش يقطع حضرتك او يلغي شرح حضرتك. طبعا جدا وتعلمنا من حضرتك حاجات كتير، وطبعا المصطلحات دي كانت مهمه جدا قبل حضرتك ما تبداي محاضراتك، عشان لما تيجي تقولي مصطلح في المحاضرات بتاع حضرتك نبقى عارفينه وفاهمينه. شكرا جزيلا على الناس كلها بتشكر حضرتك، شكرا جزيلا على السبوره، واستمتعنا بالمحاضره جدا. شكرا حضراتكم. استسمح حضراتكم الاخوه الحضور لو حد عنده سؤال عاوز يتكلم عن حاجه ممكن يرفع ايده ويتكلم معانا فيها. حد عنده سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن توضيح بس، هل الزراعة المسطحات المائية زي الترع ومجرى الأنهار ولا كده، زراعة الأشجار مثلا، هل هي بتمتص مية ولا بتقلل؟ يعني مثلا الدراسة بتاعتها بتبقى عاملة إزاي؟ بص، هي ظهر مشروع جديد دلوقتي اللي هو جرين روفز، يعني هو مش هو ظهر عندنا جديد، بس يعني هو لو تشوفوا دول العالم بره معظمها الاسطح بتكون خضراء، اسطح العماير بتكون خضراء. اللي احنا بنحاول ان احنا نزرعه، احنا بنقول حاجات تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تمتص نسب من غاز ثاني اكسيد الكربون علشان تقلل من البصمة الكربونية بتاعتنا. أنا أقصد على المسطحات المائية زي الترع ومجاري الأنهار. مجاري الأنهار لا، إحنا الزراعة بتاعتنا قائمة زي ما هي، بس إحنا بنحاول نجد جينات جديدة لزراعات. مثلا في دلوقتي جينات متهجنة للقمح، المفروض إن هي هتبتدي زراعتها يعني بأقل كمية مية ممكنة. خلاص إحنا بنحاول نجد مزروعات جديدة تتحمل الجفاف بتاعنا، لكن ما فيش أي تأثير في موضوع اللي هي الزراعات اللي موجودة حاليا بتاخد كمية المية بتاعتها العادية. احنا بنقلل من الاستهلاك في الفترة اللي جاية، لأن احنا معرضين لنقص نسب اللي هي المية اللي عندنا. أنا القصد بتاعي دلوقتي بعد ما حصل يعني مثلا رصف للترع ومجال النهار وكده، حصل ازاله الاشجار اللي حوالين الترع او هو عمل تبطين للترع. موضوع تبطين الترع ده، اولا حضرتك فاهم الترع كانت اللي هي الطين على الجانبين، فدي معرضه ان يحصل تسريب للميه، منسوب الميه اللي في الترعه بيتسرب في الجوانب بتاع الترعه، فالتبطين ده اقلل من التسريب شويه. لكن هو مش موضوع ازال الاشجار، هو ما ازالش اشجار، هو بطن الترع نفسها بس. قبل ما بطن في سؤال كمان، هو دلوقتي انا عرضت السطح الميه لاكثر اشعه شمس، فبالتالي زاد عندي نسبه التبخير، البخر زاد عندي نسبه البخر من الميه، فبالتالي المايه اتبخرت من غير ما استفاد بيها. فكان الاولى كان الشجر استفاد بيها. حضرتك بتتكلم مع لا مش سامعه حضرتك. يعني مثلا كان الاولى دلوقتي كان نسبه البخر بتحصل في الترعه. صح؟ ايوه ماشي. دلوقتي انا كنت مغطي الترعه باشجار. لا هو حضرتك ماشي. حضرتك كنت مغطي الترع باشجار، كانت الاشجار دي على طول الترع ولا كانت في اماكن واماكن؟ يعني في بعض الاماكن اللي طبعا اللي هي الراقيه هي اللي كانت مزروعه، في بقيه الاماكن كنت تلاقي قمامه وحيوانات نافقه على الترع. على فكره انا مش ضد الفكره، هي الفكره كويسه جدا. منعت فكره تسريب للارض، بس هو طب ما انا ممكن ازود عليها وازود نسبه البصمه الكربونيه واقلل نسبه البخر بتاعي. ان انت تحط اشجار على على الجزء اللي فيه ظهر فيه الترع خشبيه، اشجار لانتاج الخشب. لا ما فيش واحنا حاليا بيشجروا المجرى كله. يعني انت لو تشوف في اماكن بدا يطلع يكبر فيها الاشجار دي، بس بعد ما خلصوا مشروع التبطين ده. بالنسبه للبصمه الكربونيه يا جماعه في المؤسسات، انا هشرح على الميه وعلى الصرف بس، يعني في نطاق محدود. يعني ازاي احسب بصمه كربونيه لمحطه ميه ولمحطه صرف. تمام، شكرا يا باشمهندسه. شكرا يا باشمهندس محمد. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ في حد عنده سؤال تاني يا جماعة؟ طيب احنا بنذكر حضراتكم باللينك بتاع الفورم، يا ريت تملوا لينك الفورم بتاع تسجيل الحضور، لأن اللينك مهم جدا عشان الشهادة ودرجات الحضور. لو سمحتوا تدخلوا على لينك الفورم وتسجلوا فيه. اللينك موجود على الشات دلوقتي. ممكن سؤال لحضرتك بس. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا ما حضرتش المحاضرات اللي فاتت كلها، لسه كان عندي ظروف في البيت وكده، ما حضرتش المحاضرات اللي فاتت. حاول بقى، هل هيأثر عليك؟ حاول تحضر المحاضرات على اليوتيوب وجهز نفسك كويس عشان الامتحان، لان في امتحان كمان. في امتحان كمان يا باشمهندس، فحضرتك احضر على اليوتيوب المحاضرات اللي فاتتك وجهز نفسك كويس عشان تجيب درجات عاليه في الامتحان فيعوض الحضور. نبقى امتى ان شاء الله؟ الامتحان اخر الدوره بعد 3 شهور ان شاء الله. تمام ماشي، شكرا. تحت امرك. في اي حد عنده سؤال؟ طيب هو الميتنج هيوصل يا جماعه بعد 6 دقائق، فشكرا ليكم جدا. ولو في اي سؤال هيبقى نسال الدكتوره في المحاضرات اللي بعد كده. وشكرا جزيلا لوقتكم، تقدروا تفضلوا. شكرا يا جماعة، شكرا يا جماعة لحضراتكم. الأخ الفاضل اللي بيسأل، الامتحان ده لكل الناس ولا هتاخد شهادة بس؟ والامتحان المفروض لكل الناس، عشان احنا هننقل بعد كده الكورس من مرحلة حديث التخرج للمتقدم عشان تدرس السوفت وير بتاع الديزاين. وبرضه المرحلة التانية من الكورس هتبقى مجانية، اللي هي بتاع المتقدم هتبقى مجانية، بتدرس فيها أساسيات السوفت وير بتاع الديزاين بتاع زي السوير كاد أو المطرقة المائية أو على حسب البروجرام اللي انت تنضم ليه. فيفضل طبعا ان انت تنضم للامتحان، عشان لو ما انضمتش للامتحان مش هتنتقل للجزء الثاني. شكرا لحضراتكم. واضحه كده يا باشمهندسه مريم؟ شكرا لحضراتكم وتشرفنا بيكم، تقدروا تتفضلوا.